مراحل صعبة اجتازها مربو النحل في ولاية تيزي وزو خلال الحرائق والجفاف وجائحة كورونا هي مرحلة أثرت سلبيا على النحل والنحال. لا سيشراس نقصنا تاس وما انا مدرقة مدين يود كثنرا صافي دونك تاس نتورا سين غير تروحونا ديزيرسيون تاس دان الهلاكة في ديك الشمن اكن زرام ثورس تزيزوا تزيد صافي مكولا في العشي لان كذي خلاني ذي صحراني نغذي كذي تروحوا دوكا غورس جماعة لابيكولتور كانوا شوفراو في الكوفيد ديجا ما كانوش يبيعوا ديجا واحد خلاص الكوفيد جاو الحادثات تاع النار الى اخره زادوا ثاني مساكن عانوا بزاف منها وكان الحمد لله هذه الامور راهي مورانا ان شاء الله. معرض العسل في طبعته الأولى ببني الدوالة فرصة تساعد الفلاح على عرض أهم المنتوجات وبيعها والتقرب أكثر من المواطن لتسويق منتوجهم. البرودي لو ريشس قرفي دو ساجيا امز دا نت دوالا افيك لاد لا بيسينا دوالا كي نو زون سوليسيتي افان دو رياليزي سات فوا اقنا ساجين رزا دارداكيا نبويزن نون سولمون البرودي دو ميل دو لا روش ناد ميم لي ديراكسيون. Et la famille agricole. C'est une occasion de rencontre de tous les opérateurs qui travaillent dans un secteur, dans une activité. Donc les foires, elles doivent exister parce qu'elles permettent une rencontre entre le producteur et l'administration et les systèmes bancaires. Et, donc les rencontres, elles sont à encourager parce que aussi ça permet à l'agriculteur aussi de vendre son produit. Ça permet à l'agriculteur de savoir les gens. الجهات الوصية كانت وستكون بجانب الفلاح في مختلف المراحل الصعبة التي يجتازها لمرافقته ودعمه. كانت مساعدات من طرف الدولة من طرف المحسنين من طرف كل الجهات وحنا من جانب البنكي درنا قمنا بتمويلات في إطار مفلونجام ولا في الديسبوزيتيفي في إطار التحدي والأخر الحمد لله وهذا فضل من عند الله واليوم راكم تشوفوا النتيجة راهي في السوق المنتوج المحلي المعروف والمشهور في ولاية تيزي وزو راهو عاود ولا إلى في الحوانت تاو يتبعوا كلش. رغم صعوبة التضاريس بولاية تيزي وزو إلا أنها تتمتع بتنوع مميز من حيث جودة التربة والمناخ.